لقد فتحنا باب المساهمة في هذه المسابقة الهامة للصحفيين في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الإلكتروني الذي نعول عليه في إحداث التحول الإيجابي الكفيل بمواكبة مراقب الرقمنة والإعلام الجديد. إن هذا النوع من الإعلام أحدث واقعاً جديداً في عالم الصحافة الوطنية والدولية، انعكس على مفهوم الحريات بما فيها حرية الصحافة التعددية وعلى مسؤولية ممارسيها التي تعد نتاجاً منطقياً للالتزام بأداب المهنة وبأخلاقيتها.